السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين عرب. اليوم معنا واحد من افضل المواقع اللي ممكن نكسب منها عملة ترون. بيدفع على اي محفظة عملات رقمية فيها ترون، فيك تسحب على باينانس، فيك تسحب على تراست وولد، فيك تستخدم الباير اذا حسابك قديم مفتوح عليه عناوين العملات الرقمية او جديد وموثق، فيك تستخدم الفوشيت باي وتلاقيهم بخانة الديبوزايت وبالرصيد الكامل، فيك تستخدم اي محفظة عليها عملة الترون. طبعا انا راح استخدم محفظة اسمها اتوميك وولت، محفظة قديمة وهي افضل محفظة للكمبيوتر، كمان متوفرة للموبايل مشابهة تقريبا لتراست وولت. طبعا محفظة مميزة، محفظة نظامية يعني مثل تراست وولت مشابهة لها تماما. طبعا اصدقائي معي 97 قطعة ترون لحد الان، السعر من الموقع 15 قطعة يعني حوالي دولار ونص. اما هدول ال 97 قطعة ترون تقريبا حسب سعر ترون اليوم بيطلعوا حوالي 10 دولار. بختار من هون ويزدرو، بيقول لي طبعا الموقع لحد الآن السحب 15 قطعة ترون في ضريبة نقل 0.2 ترون، فيك تستخدم مثل ما قلنا أي محفظة. فأنا بروح على محفظتي الأتوميك وولت، بروح على الترون، بجيب عنوان محفظتي الترون نسخ، باخده من كلمة ريسيف هاي اللي هون، باخده نسخ أصدقائي كوبي، وبرجع للموقع طبعا بحطه هون بهي الخانة الأماونت أو الكمية. راح أحط طبعا الكمية اللي بسحبها 97، راح ياخذ منهم ضريبة نقل بسيطة 0.2 ترون. بعدين بروح على ويزدرو او سحب، بضغط عليها وبنتظر التحميل. طبعا انا هيك طلبت الدفع من الموقع اصدقائي، بنتظر يحمل الموقع. هي هلا حاليا بوضع البيندينج، قيمته تقريبا حوالي 11 دولار، بس صير كومبليتد مثل الدفعات الماضية، توصل الدفع على محفظتي. انا بتابع معكم الفيديو. طبعا اصدقائي خلال اقل من ساعه دفع للموقع. اذا رحنا على الترانزاكشن بلاحظ جنب الدفعه صار كومبليتد 97 قطعه، اخذ منهم 0.2 كضريبه نقل. اذا انتقلت للمحفظه اللي استخدمتها طبعا مع هذا الموقع وفتحت طبعا محفظه الترون داخل الاتوميك وولت، بلاحظ الدفعه وصلت 96.8. شايفين اصدقائي هاي هي الدفعه. اذا فتحت المعامله هاي فروم تو وهذا الهاش يعني اكتمل طبعا عمليه النقل وصارت طبعا كميات الترون بمحفظتي فيني اتصرف فيها كما اريد. طبعا اصدقائي موقع مميز من افضل المواقع اللي ممكن نكسب منها عملة ترون بشكل مجاني. بعد ما شفنا اثبات السحب من الموقع ننتقل للتفاصيل. طبعا اصدقائي اذا سجلتوا خلال هذه الفترة رح تاخذوا 10 مطالبات صنبور مجانية وضعف قيمة كل شيء بتكسبه لمدة 24 ساعة من هذا الموقع، وهذا شيء كثير منيح. لازم تأكد الايميل، هلا بنحكي التفاصيل خلال الفيديو. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشره ما بتستخدم اي روابط مختصره، هذا اللينك بياخذك على المدونه الخاصه فيه. المدونه الخاصه فيه في رابط مباشره، ضغطتين اخي الكريم بتفتح معنا هاي الصفحه. اذا نزلنا بالصفحه لتحت الاخير فينا نشوف البي اوت او الدفعات المرسله من الموقع خلال الدقائق والساعات الماضيه. موقع سريع جدا، هاي كانت دفعتي، وشايفين اصدقائي كل هدول الاشخاص ساحبين دفعات بعدي ومنها اكثر من 100 دولار. موقع ممتاز، موقع مجاني اكتف من سنوات، تقريبا بيشتغل من حوالي سنه ونص بدون اي مشاكل. نحن بدنا ننشئ حساب جديد، بنروح على كلمه ساين اب او التسجيل هاي اللي هون وبنضغط عليها. طبعا بيقول لك الموقع عبي بياناتك، بنحط هون اسم مستخدم باللغه الانجليزيه، بنحط هون ايميل صحيح، يفضل يكون جيميل، وراح ناكد على الايميل. لازم ناكد الايميل لحتى نعرف نشتغل ونسحب من الموقع بدون اي مشاكل. مثل ما قلنا كمان في بونوز لتأكيد الإيميل، تأخذ 10 مطالبات صنبور مجانية وضعف قيمة كل شيء بتكسبه لمدة 24 ساعة. في عنا هون باسورد، نحط باسورد محترمي، بنعيد الباسورد، نحل الكابتشا كريت ان اكونت، بيكون صار عندنا حساب. بعدين بنروح على لوجن أو تسجيل دخول، بعبي بياناتي وبسجل دخول للحساب. طبعا أصدقائي هاي واجهة الموقع من الداخل، أول شيء لازم نأكد الإيميل. بيظهر لي طبعا هون جنب الجرس بيظهر لي كلمة فيريفاي أو تأكيد، وفيني روح مباشرة من الشخصية، طبعا صورة الشخصية داخل الموقع هو بيحطها بشكل افتراضي، فيك تغيرها إذا أنت بدك. بنروح على كلمة سيتنج كمان اللي هون جنب إيميلي، أنا إشارة صح مؤكد. تمام أصدقائي، أنت بيقول لك إذا أنت ما لك مؤكد إيميلك في جنبها بوكس أو صندوق، تضغط عليها بيبعث لك رسالة على إيميلك، أو من هون أصدقائي مثل ما قلنا من الجرس في كلمة فيريفاي بتضغط عليها بياخذك طبعا على إرسال رسالة التأكيد على إيميلك. طبعا رسالة التأكيد بشكل عام تجي بالبريد الوارد، لكن نادرا أو بعض الأحيان ممكن تصل بالرسائل غير مرغوب فيها. فيها هذا الرابط بضغط عليه مشان يتفعل الحساب، بصير عندنا جاهز الحساب ونبلش نشتغل بشكل طبيعي على الموقع. طبعا بيقول لك الموقع بعد ما تفعل إيميلك بتاخد 10 بونوز، يعني أصدقائي 10 فري سبين بونوز ودبل كل شيء بتكسبه من الموقع.
طبعا كيف هلا بدي استفاد انا من البونص؟ بروح على كلمة فوسيت بيظهر لي 10 مطالبات صنبور ورا بعض فيني طالب فيهم مباشرة، واقل الشيء بيكون مضاعف، فيني اقل المطالبة بمليون ساتوشي ترون، يعني عندي 10 مليون ساتوشي مترون من اول تسجيلي بالموقع بس بضغط 10 مطالبات على مطالبة الصنبور. بعدين بصير عندنا صنبور دائم بالموقع، هون بصير بيعتمد على الرتبة، انت اقل شيء بتاخذ عليه 500 ألف ساتوشي، واول نهار بيكونوا مليون لانه بيكون ضعف قيمة المطالبة. وهذا الصنبور دائم يعني مستمر معك طالما هذا الموقع مستمر، وهي النوعية من المواقع بتشتغل سنوات، مثل ما قلنا بنشتغل الموقع من فترة زمنية طويلة. فكل ما علي بعد ما اخذ ال10 مطالبات المجاني ارجع مرة ثانية للصنبور كل 60 دقيقة، حل الكابتشا وروح على فري سبين، اخذنا 500 ألف ساتوشي، انت اول نهار بيكونوا عندك مليون ساتوشي. طبعا انضافوا هون برصيدي داخل الموقع. مثل ما قلنا اصدقائي كل 60 دقيقة برجع لهون وبطالب وبكسب. الطريقة الثانية المميزة للربح ده هذا الموقع هي كلمة سيرفي او استطلاعات، فيها استطلاعات وفيها عروض. طبعا هون عندنا 3 شركات مشغلة للاستبيانات والعروض، اول وحدة هي سي بي اكس ريسيرش استطلاعات الرأي لها على كوكب الارض، تايم وول كمان شركة محترمة فيها استبيانات، فيها عروض، فيها مهمات، فيها مشاهد فيديوهات كتير محترمة. تايم وول بتعتمد على البلد بشكل أساسي، ممكن يكون ببلدك غير متاحة. البيتس لاب كمان مشابهة للسي بي اكس ريسيرش، هي شركة استبيانات. إذا رحنا للسي بي اكس ريسيرش وضغطت عليها، أنا ببلدي نادرا ما يعطيني استبيانات، لكن أنت إذا كنت بجمهورية مصر العربية، إذا كنت بالمغرب العربي بدول شمال أفريقيا الثانية، إذا كنت أخي الكريم بدول الخليج العربي، بالجزائر، بتونس، رح تلاقي طبعا استبيانات وتكسب منها بشكل كتير منيح. انا اعطاني بهاي اللحظة ما في لسوريا، ونادرا ما الاقي طبعا موقع او شركة مشغلة عروض، وخاصة السي بي اكس ريسيرش هي اهم شركة مشغلة للاستبيانات على كوكب الارض، وممكن تعطيك مقابل استبيان نص او ربع دولار، رح تاخذهم طبعا بعملة ترون، هذا شيء كمان كتير منيح، بياخذ الاستبيان معك حوالي 20 دقيقة حسب شو في معلومات مطلوب منك تأديها. ما ضروري تحط المعلومات بشكل صحيح يعني 100%، لكن لازم تتذكر اذا حطيتهم، مشان اذا طلبوا منك بمحل ثاني تعرف تعيد نفس المعلومات، يعني انت حط تركيبه براسك للمعلومات تحطها مقابل هاي الاستبيانات، مشان ما يكتشف الموقع اذا انت كمان بتأدي هاي الاستبيانات على محل ثاني انه في عندك اي خلل. فمثل ما قلنا ما ضروري يكونوا هاي المعلومات صحيحه 100%، لكن لازم انت تعرف انه انت حطيتهم مثلا هون، اذا انطلب منك نفس الاستبيان او شيء قريب منه مره ثانيه تحط نفس المعلومات. إذا رجعنا للسيرفيس فينا نشوف كمان البيتس لاب، مثل ما قلنا شركة كتير محترمة، وطبعا هذا الشيء بيعتمد على البلاد، نادرا ما تلاقي بالجمهورية العربية السورية استبيانات وعروض، إذا فتحت معك الاستبيانات والعروض وأعطاك شيء أدي واكسب قيمته. مثل ما قلنا هذا الشيء بيعتمد على البلد، خاص بكل بلد راح يطلع لك استبيانات وعروض مختلفة، شو بيطلع لك تنفذهم بالشكل الصحيح واكسب قيمته. في شيء كمان اسمه جيمز، أنا ما بفضلها داخل الموقع أو أي موقع تاني فيو هاي النوعية من الألعاب، ممكن تخسرك ممكن تربحك، فأنا ما بفضل هذا الشيء، طبعا شرعا ما بفضل نهائيا هذا الشيء أخي الكريم. فحاول تلتزم بطرق الربح المجاني اللي هي الصنبور، هي العروض والاستبيانات الموجودة داخل الموقع، كتير كويسة هاي الطرق، هذا الموقع كويس ومميز، لا تفوت بالجيمز داخل هذا الموقع، بالنهاية هذا كمبيوتر مهما كنت ذكي رح يخسرك بالنهاية. أخي الكريم خلي عندك هاي الفكرة، لا تفوت بألعاب الميسر داخل المواقع على الإنترنت. نصيحة أخوية من أخ لأخوه من أخ لأخته، لا تفوتوا بألعاب الميسر نهائيا على الإنترنت. طبعا أصدقائي موقع مميز، هاي الطريقة كتير سهلة لحتى تكسب من الإنترنت، كمان راح أحط لك بصندوق الوصف مجموعة مميزة من المواقع المشابهة لهذا المبدأ، كلها ممكن نكسب منها عملات رقمية تانية مثل ماتيك، لايت كوين، وإيثيريوم وغيرها بطرق ربح مجانية وسهلة ومشابهة لهذا المبدأ، مع اثباتات السحب من هاي المواقع. طبعا اصدقائي بدي اؤكد دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقميه الباير، الفوسيت بيب، باينانس، كيو كوين، ميكسي وغيرها، اكتب لي بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.